السلام عليكم. نتعلم ان شاء الله ازاي ان احنا نرقم المحاور بسرعة وبطريقة سهلة. الطريقة الاولانية هو انك تحط الرقم بتاعك على اي اكس، بعد كده بتاخده كوبي بعد كده بنستخدم امر اسمه تي كاونت اختصاره تي سي انتر، تعلم جميع الارقام بتاعتك بعد كده انتر، شغال على محور اكس ولا واي. محور اكس هيطلب منك تدخل رقمين، اول رقم فيهم هو بداية الترقيم بتاعك، انا هبدأ من واحد بعد كده كوما، بعد كده يقول لك انت هتزيد بمقدار قد ايه، اقول له مقدار واحد، بعد كده هضغط انتر، بختار اوفر رايت عشان يشيل الرقم ويحط الرقم الجديد، اترقم من واحد لخمسة. بعد كده عايز اعمل دايرة حوالين كل تكست من ده، بستخدم امر اسمه تي سيركل اختصاره تي سي اي انتر، بعلم الاوبجكت بتاعتي، بعد كده بضغط انتر، بتدخل انت مقدار الاوفست عن التكست بس ممكن تغيره انت براحتك او هو بيقترح لك اوفست معين، بعد كده بتضغط انتر، بتختار الشكل اللي انت هترسمه عليه سواء دايره او سلوت او ريكتانجلر، بقول انا عايز دواير، عايز الحاجه عايز السايز حواليها ثابت او عايزه ثابت بس رسمها لك. في طريقه تانية عن طريق استخدام البلوكات، افترض احنا ناخد مثلا دايره ونرسم دايره، بعد ما ناخدها هنا انا عايز كل مره هحول الدايره دي الاول لبلوك، وكل مره اجي اختار البلوك ده وارسمه عايز يديني سماحيه ان انا ادخل الرقم اللي هيتكتب جوه الدايره. هنعلم على الدايره ونعملها بلوك، عندنا نضغط بي بعد كده بلوك، هسمي البلوك ده مثلا وليكن هسميه اي اس اي، بعد كده هيقول لك انت عايز تمسكه منين، عايز امسكه وانا ارسم بيه المحاور الافقيه، يبقى انا عايز امسكه من اليمين واضغط اوكي، كده انا خلاص عملت البلوك. ادخل اعدل البلوك، كليك يمين واختار بلوك اديتور مش اديت بلوك ان بليس، بلوك اديتور، بعد ما ادخل عليه هبدا احط له حاجه اسمها ديفاين اتريبيوت، اختار ديفاين اتريبيوت واسمي التاج بتاعه وليكن اي واحد، عايز تحطه فين، عايز احطه ميدل سنتر عشان يجي في نص الدايره بالظبط، واختار نوع التكست بتاعي والهايت، بعد كده اقف عليه بين السنتر اضغط تمام واعمل كلوز بلوك اديتور سيف، احذف البلوك خالص، ومن قائمة انسرت بختار بلوك، بختار البلوك بتاعي من مجموعة البلوكات الموجودة كان اسمه اي اس اي، بضغط اوكي. احنا ماسكين البلوك من اليمين، ابدا احطه، عايز الرقم تكتب ايه، عايز اكتبه ايه، ثم انتر، بعد كده تاني نفس البلوك حطه بي، بعد كده حطه سي تمام، بعد كده باخدهم كوبي اعمل لهم ميرور، امسك من الجنب التاني وانقلهم، نفس الكلام للي فوق، كده دي الطريقة، كده انت معاك الطريقتين تقدر تشتغل بأي واحدة فيهم. السلام عليكم.